الجايزة اللي جاية حاجة أسطورة مش هتتكرر. لما يكون عندك إحساس، صوت حلو، الشكل، كل حاجة كل حاجة. جايزة أفضل مطربة لسنة 2019 أسطورة الغناء العربي أنغام. مش هتتكرر تاني يا جماعة، هي أنغام واحدة بس في العالم كله مش في مصر. مساء الخير. طبعا اكيد كل سنه مجموعه وشوشه بتاكد انها مؤسسه محترمه، مؤسسه بتحترم الجمهور، بتحترم الفن والفنانين. انا بشكرهم على الامانه والتالق بتاع كل سنه، وخصوصا ان هم بينقلوا صوت الناس الحقيقي فعلا، وده يمكن اللي بيخلي الفنانين عندهم ثقة في مجموعة وشوشة وبيحبوا يكونوا موجودين كل سنة في وشوشة في الأفضل. وأكيد إن أنتوا من الأفضل، أكيد مجموعة وشوشة أكيد هي من الأفضل. وحبيت أبارك لكل زمايلي الفنانين والنجوم والنجمات الأفضل السنة دي، وأتمنى لكم دايما الأفضل، وأتمنى لنفسي أكون معاكم كل سنة. وعايزة أبارك لزمايلي كلهم النجوم والنجمات اللي النهاردة متكرمين، وأبارك لأمير طعيمة شاعر الصديق العزيز، أبارك لأحمد إبراهيم الزميل وزوجي، وأبارك لكم كلكم. وشكرا مرة تانية للوشوشة، وشكرا للجمهور، وشكرا لكل حد تعب نفسه وصوت لي، وشكرا مرة تانية.